وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، والتي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بالأخوة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله جميعا. وأذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل 05 01 75 55 36. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما وصل من أسئلة إلى البرنامج وعلى جوال البرنامج. هذا السائل يقول: هل يجوز يا شيخ عمل عقد مشاركة في مشروع ويكون في العقد بند يجبر المساهمين على إخراج نسبة معينة من الربح في أبواب الخير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. بالنسبة لهذا العقد الذي ذكره السائل، فإنه يعتمد على أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بالشروط قبل الدخول في العقد، يعني قبل إجراء العقد، فإذا كان هذا الشرط قبل إجراء العقد جاز ذلك، بأن يشترط مجموعة من الناس الدخول في عقد، في مساهمة أو في مضاربة أو في أي أمر من الأعمال أو العقود التي تجرى بين الناس ويكون فيها أرباح. فإذا اشترطوا هذا الشرط وقالوا بأن الشرط للدخول في هذا العقد أن يساهم الشخص بنسبة معينة من الأرباح، بقدر من الأرباح، فنقول الصحيح في ذلك أن هذا الشرط جائز، لأن المؤمن على ما حصل من شرط بينه وبين المتعاقد معه، فدخل على أساس هذا الشرط فلا حرج، المؤمنون على شروطهم كما جاء في الحديث، ولذلك لو دخلوا على هذا الشرط فلا حرج في ذلك. أما لو أن هذا الشرط طرأ بعد إجراء العقد، يعني بعد أن أجروا هذا العقد وتعاقدوا على أمر ما، ثم بعد ذلك طرأ عند بعضهم أن يلزم الجميع على أن يتصدقوا أو أن يساهموا بمبلغ من هذه المساهمة أو هذه المناشط التي عملوا بها في هذا العقد، وألزمهم ب أن يخرجوا شيئا من المال، فنقول أن هذا من أخذ المال أو أخذ أموال الناس بغير حق، فلا يجوز له في ذلك أن يشترط هذا الشرط إلا إذا كان هذا برضا من الجميع واتفاق من الجميع. لكن نقول أن يطرأ هذا الأمر بعد العقد، فنقول لا يجوز أن يلزم الناس بهذا الشرط بعد إجراء العقد. نعم. أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى سائل آخر يقول: يا شيخ دائما إذا أردت أن يصدقني أحد أدعو على نفسي في الموت وأقول مثلا جعلي الموت إن فلان فعل كذا، وأحيانا لا أكون صادقا. هذا أمر خطير جدا، ولا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه، ولا يجوز أن يدعو على نفسه من أجل أن يصدقه الناس. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. يعني ربما أنه دعا على نفسه بالموت، صحيح، وأيضا ربما يكون هذا السائل كما ذكر بأنه قد كذب أيضا على الناس من أجل أن يصدقوه، ثم يستجاب لهذا الدعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجه بأن المسلم لا يدعو على نفسه ولا على أيضا أولاده. بعض أيضا الأمهات تدعو على أولادها، صحيح، تقول يعني جعلك مثلا كذا جعلك كذا، وتدعو، يعني هذه مصيبة هذه.
والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن ندعو أولا على أنفسنا، فهذا الشخص يدعو على نفسه بالموت. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، يعني الأمنية لا يتمناها، فإن كان فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. هذا في حالة الأمنية، يعني نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمنى الشخص الموت، فكيف بمن يدعو على نفسه بالموت؟ فلا يجوز للمسلم أن يدعو بمثل هذا الدعاء. والحلف باليمين، فهذه يكون هذا أيضا يمين غموس، إذا حلف كاذبا هذه يمين غموس أيضا معظمة. فعلى الشخص الذي حلف أو حلف بأمر من عليه أن يكفر عن يمينه إذا كانت يمين، ولكن أنه يدعو على نفسه هذا أمر آخر، هو الآن لم يعقد يمينا، إنما هو يريد أن يصدقونه الناس فيدعو على نفسه. فليتنبه المسلم من خطر هذا الفعل، وأن يدعو على نفسه أو يدعو على أولاده أو يدعو كذلك على أمواله، حتى الجمادات لا يدعو عليها، مثل السيارة مثلا بعض الناس يلعن سيارته أو يلعن إذا مثلا خربت أو حصل فيها، فلا يجوز له أن يفعل هذا الأمر ولا يدعو عليها. يعني بعض الناس حتى إذا خربت سيارته يعني دعا على سيارته، جعلها الخراب، جعلها مدري إيش، أو فهذا لا يجوز. ولذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فربما يوافق ساعة يستجاب فيها الدعاء فيستجيب الله سبحانه وتعالى ما دعا به وإن كان فيه مضرة على هذا الشخص. نعم نعم، بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال. معنا الأخ أحمد من الرياض، تفضل. يا مرحب بك. حياك الله أحمد. مرحب بشيخنا. تفضل الله يحفظك. أنا كان عندي سؤالين من فضلك. تفضل. أول سؤال: في حالة إفطار يوم في رمضان، طبعا هو يكون لي قضاء، ولكن السؤال: لو عدى رمضان اللي بعده هل يكون لي قضاء وكفارة، وما هي الكفارة؟ نعم، إذا كان عليك يوم من رمضان قبل الفائت يوم ولم تصمه وأنت مفرط، يعني لم يعني تركت الصيام وأنت تستطيع الصيام ولكنك فرطت، ثم دخل عليك رمضان الذي بعده، فإن عليك أن تقضي هذا اليوم إضافة إلى الكفارة، أن تكفر أيضا بإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. نعم. سؤال آخر. نعم. لو عد أكثر من رمضان، أكثر من عام. نعم، إلى كفارة واحدة. كفارة واحدة، إطعام مسكين عن كل يوم. نعم. تمام تمام. السؤال الثاني من فضلك: في حالة كلمة علي الطلاق، هل ده تحسب طلقة ولا لا تحسب طلقة؟ هذه تعتمد على نيته، على نية هذا الشخص. إذا قال لشخص علي الطلاق أن لا تفعل هذا الأمر، أو علي الطلاق أن تفعل، إذا كان عقد نية الفرقة بينه وبين زوجته وقصد الطلاق وهي الفرقة، فإنه يقع الطلاق. أما إذا كان قصد الإلزام، مثل يقول لزوجته: علي الطلاق أن لا تخرجي من البيت، علي الطلاق لو فعلت كذا، يعني يهددها ولم يقصد بذلك طلاقا إنما أراد المنع، ففي هذه الحالة عليه كفارة يمين، يكفر عن يمينه. نعم. شكرا لاتصالك، متواصلين معكم ومع اتصالاتكم. معنا تغريد من جدة، تفضل. يا نعم، إذا تفضلك الله يسعدك يا رب. يا شيخ، أنا عندي أخويا عمره دحين 33 سنة. نعم. أجاله فشل كلوي من 6 سنين. وهو في الأصل عنده سكر وعنده ضغط وعنده تعب يعني في العيون وعنده تعب في ضربات القلب. وهذا رمضان يعني سوى عملية فتر في أصابع يده، سوى يعني عملية كبيرة، فما كان يقدر نهائيا إنه يصوم، فكانوا المستشفى يقولوا له إجباري لازم يعني تفطر بسبب وضعك الصحي، يعني إنك تعبان وبالفشل والعملية. فهو كان يحاول على قدر ما يقدر يصوم، لكن كان يصوم نص يوم ويفطر، ما يقدر يكمل. يعني الآن هو له 6 سنوات ما صام، صحيح؟ لا، كان يصوم لأنه الغسيل عنده سبت واثنين وربوع. أي نعم. كان يصوم أحد وثلاث وخميس وجمعة. نعم واضح.
أما هو بس هذا رمضان اللي ما كان نهائيا قادر إنه يصومه. نعم تسمعين الإجابة. نعم هنا نقول إذا قرر الأطباء بأن بالنسبة لهذا المريض أنه يصاب أو أصيب بهذا المرض ولا يرجى شفاؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينة. يعني إذا كان هذا المرض سيستمر مع هذا المريض والأطباء ذكروا بأنه لا يرجى شفاؤه وهو يحتاج إلى هذه الأدوية والعلاجات ويصعب عليه الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينة. أما إذا كان هذا الأمر هو أمر يعني مؤقت وأيضا مع العلاجات بإذن الله يشفى ويستطيع أيضا الصوم، وإن كان يغسل أيضا الكلى فإنه هناك أيام يغسل فيها الكلى وأيام يستطيع فيها الصوم، فإنه يصوم الأيام التي يستطيع صيامها ولا كفارة عليه في هذه الحالة. يعني لو أخر الصيام مثلا صام ما يستطيع من أيام في السنة الماضية ثم دخل عليه رمضان الذي بعده فإنه لا شيء عليه لأنه معذور، مثل هذه الأمراض يعذر صاحبها لأنه إذا صام يحصل له مشقة كبيرة وربما ضرر. وجاء في أيضا ما يتعلق بأن الحديث لا ضرر ولا ضرار، فالمقصود أن المسلم لا يضر نفسه بالصيام وإنما إذا استطاع أن يصوم فإنه يصوم. ولذلك وضحنا في هذه المسألة وهي مسألة للجميع أن من قرر الأطباء عليه أن لا يصوم فعليه أن لا يصوم، وإذا قالوا بأن هذا المرض سيستمر معه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، وأما إذا قالوا لا إنه يرجى شفاؤه فإنه ينتظر حتى يستطيع الصيام فيصوم حسب استطاعته. اتقوا الله ما استطعتم. نعم أحسن الله إليكم جزاك الله خير. بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل. أهلا وسهلا بكم مجددا ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وصلت على جوال البرنامج هذا يقول الشيخ: أحيانا أثناء خطبة الجمعة تصلني رسالة جوال وأحتاج للرد عليها، هل الرد عليها يعتبر من اللغو؟ نعم هذا من اللغو. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس الحصى مس الحصى فقط فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أنه يفقد الأجر المترتب على حضور صلاة الجمعة. ولذلك نجد في هذا الزمن تساهل الكثير من الناس في أثناء خطبة الجمعة، فيتساهل الناس في استخدامهم للجوال والنظر فيه والعبث بالجوال أثناء الخطبة، فمن فعل ذلك فقد لغى كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مس الحصى فقد لغى. ولذلك ينبغي أن ينبه الناس أيضا في هذه المسألة المهمة، بل إن المسلم لا أيضا يأمر أيضا صاحبه والقريب منه بأن ينصت، يعني إذا أمره بذلك أيضا دخل في اللغو. ولذلك مسك الجوال والعبث بالجوال والنظر فيه أثناء الخطبة لا يجوز للمسلم أن يفعله، ولكن إذا كان هناك حاجة ملحة أو ينتظر خبر مهم جدا فإنه له ما بين الخطبتين له أن ينظر إلى الجوال ما بين الخطبتين، أما أثناء الخطبة فلا يجوز له. أما أولئك الذين يعبثون بالجوال سواء لحاجة أو لغير حاجة فهؤلاء أيضا قد فرطوا في الأجر العظيم فيما يتعلق بحضورهم لخطبة الجمعة، فلا يجوز لهم العبث بجوالاتهم. وبعض الناس أيضا يكون أمامه ماء يحضر الماء ثم يعبث أيضا بعلبة الماء، يقوم يحركها ويقوم بالنظر إليها أثناء الخطبة. وقس على ذلك أيضا ما يتعلق بالسواك فإنه لا يستاك أثناء الخطبة، وكذلك لا يستخدم السبحة أو التسبيح أو غيره أثناء الخطبة، كل ذلك من أجل أن ينصت للخطيب ولما يقوله الخطيب. ولذلك هذا الأمر مهم جدا ويجب أن ينبه عليه الناس، وعلى أيضا أئمة المساجد أن ينبهوا أيضا المأمومين والناس على أيضا خطر هذا الأمر وهذا الفعل فيما يتعلق باستخدامهم للجوال أثناء خطبة الجمعة. نعم بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال. معنا محمد من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا شيخ عبد الله. لا معك عبد السلام، الله يحفظك.
الله يعطيكم العافية. حياك الله. شيخ عبد السلام، أنا عندي فتوى بس، الله يعطيك العافية. تفضل. عندي طول العمر أنا داخل جمعيات وجمعت لي مبلغ حدود 75,000 كذا وما دار عليه حول، هل يجوز عليه زكاة أو لا؟ الجمعيات هذه بين مثلا أصدقاء أو موظفين، يضع كل شخص مبلغ سم؟ عن طريق تطبيق يا شيخ. اي نعم، عموما المبالغ التي تجمع او يضعها الشخص ثم بعد ذلك يتحصل على هذه المبالغ فان فيها الزكاه، اذا حال عليها الحول او السنه فانك تزكيها، اما اذا لم يحل عليها الحول فلا زكاه عليها. نعم. شكرا لك يا محمد، بارك الله فيك. متواصلين معكم. شيخ، من الاسئله اللي توصلت، هذه امراه تسال تقول: حضرت الى المسجد لصلاه المغرب، فجمعوا في المسجد بين المغرب والعشاء بسبب المطر، فجمعت معهم، فهل فعلي صحيح مع العلم بأنه لا نية لدي بحضور صلاة العشاء في المسجد؟ نقول أن من صلى مع الجماعة، مع جماعة المسجد، سواء من الرجال أو النساء، يكون تبعا للإمام. جميل. يكون تابعا للإمام. فالمرأة إذا صلت مع الإمام في المسجد صلاة المغرب ثم جمع الإمام فإنها تجمع معه، تجمع صلاتي المغرب والعشاء مع الإمام، ويجزئها ذلك عن صلاة العشاء، ولا حاجة لها أن تعيد أيضا صلاة العشاء، فصلاتها صحيحة مثل صلاة الجمعة، هي ليست فرض واجبة على المرأة، لكن لو حضرتها في المسجد فإنها تصليها ركعتين مع الإمام ولا يلزمها أن تصليها أربعا. وهكذا أيضا المرأة إذا حضرت إلى مسجد وصلى الإمام وجمع ما بين صلاتي المغرب والعشاء لعذر أو لسبب المطر أو لغير ذلك جاز لها أن تصلي معهم، فهي تابعة للإمام. نعم. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة يقول: ما هو حكم قول إي والله، هل تعتبر حلف؟ كلمة إي والله هي تصديق في الغالب، يعني عندما يقول شخص لآخر يعني أمر معين ثم يصدقه يقول إي والله، ومثلها بلى والله أو لا والله، هذه صحيح أنها من اللغو، هذه من اللغو. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، فقال عن اللغو مثل قول الرجل لأهله بلى والله لا والله، وهذا من اللغو. والله سبحانه وتعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذه العبارات هي دارجة على ألسنة الناس، يعني عندما يقول هل رأيت فلان يقول لا والله، هو لا يقصد يمين ولا يعقل بذلك يمينا، إنما هي من لغو الكلام. وكذلك أيضا بلى والله يعني أو إي والله كما يعني جاء في السؤال، فكثير من الناس مثلا يصدق الشخص يقول إي والله وهو لا يعقل بذلك يمينا. نعم. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت على جوال البرنامج، يقول السائل: هل لمريض الزهايمر أجر، وهل يكتب له أجر أعماله التي كان يعملها قبل؟ مرض الزهايمر كما ذكرت يعني هو مرض يصاب به الناس خاصة عند الكبر، ويتفاوت هذا المرض بين الناس، يعني هو درجات، هو يعني يكون في بدايته نسيان لبعض الأشياء، ما إدراكه للأمور، ثم يضعف هذا الشخص أيضا بعد ذلك إلى أن يصل إلى مرحلة أنه لا يعرف الأوقات ولا يعرف الناس ولا يعرف من حوله، ولذلك هو مرض من الأمراض. ولذلك نقول أن كل ما يصيب المسلم من مصيبة فإنه يؤجر على هذا أو هذه المصيبة، يؤجر عليها ابتداء. ولذلك جاء في الحديث: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، ثم قال: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن سيئاته. فقال أهل العلم بناء على هذا الحديث أن كل مسلم يصاب بمصيبة أيا كانت هذه المصيبة من مرض أو غيره فإنه يؤجر عليها ابتداء. وأما ما يتعلق بالرضا والصبر فهذا أجر زائد، يعني أول ما يصاب به يؤجر على إصابته بهذا الأذى وهذا الأمر الذي أصابه، كما ذكر وفصل أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بجميع أنواع الأذى ما يصيب المسلم. فالإصابة يؤجر عليها المسلم، ف
فإذا صبر عليها ورضي فإنه هذا يعد أجرا زائدا، يعني يؤجر على ذلك. ولذلك المسلم عندما يصبر فإنه يؤجر أيضا، هذا كما جاء: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا أجر زائد من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى. أما ما يصاب به الناس من المصائب، ومثل ما ذكرنا أيضا هذا المريض من أصيب فهو مرض، فهو يصاب بهذا المرض، فإنه يؤجر على هذا المصاب الذي أصابه، هذا أمر. وأما ما يتعلق بالأعمال هل تجري له أم لا، فإنه جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما إذا سافر العبد أو مريض فإنه يكتب له ما كان يفعل صحيحا مقيما. فهذا ينطبق أيضا على من أصيب بهذا المرض وابتلي به، وكذلك أيضا من ابتلي بالجنون أو أصيب بالغيبوبة، فإنه يؤجر على ما كان يعمل من العمل، فإن كان يعمل من الصالحات فإنه يؤجر على الأعمال التي كان يعملها، إذا كان يصلي ويحافظ على الصلوات، وكان أيضا ممن يقوم الليل وأيضا يقرأ القرآن، فإنه يجري أجره ما دام حيا إلى أن يموت. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة يقول السائل: هل يجوز للمرأة التي في الحداد أن تزور بيت أبيها مع أولادها في النهار وتعود إلى منزلها بعد العشاء؟ بالنسبة للمحادة لها ثلاث حالات في خروجها من بيتها. الحالة الأولى أن تكون للضرورة، أي الخروج للضرورة أو للحاجة، أو أن تخرج لا لضرورة ولا لحاجة. فالخروج بدون ضرورة ولا حاجة لا يجوز للمرأة المحادة أن تخرج من بيتها. وأما ما يتعلق بالضرورة فيجوز لها، مثل أن يعني يحصل حريق في بيتها، أو هي مثلا أصيبت بمرض تحتاج أن تذهب إلى الطبيب أو الإسعاف مباشرة، هذه من الضروريات فتخرج في أي وقت. ويبقى عندنا الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، ولذلك الحاجات تختلف من امرأة إلى أخرى. ولذلك المرأة إذا احتاجت مثلا أن تذهب إلى بعض المحلات لشراء حاجاتها ولا يوجد عندها أحد من يقوم بذلك، أو أن تخرج مثلا لعملها عندها عمل، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة التي كانت محادة فهرجت، كانت تجد نخلا فنهاها بعض الصحابة عن ذلك، ثم أخبرت بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: جدي نخلك، يعني تصرفي على نفسك، أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة يجوز لها أن تخرج لعملها ولحاجتها، تريد أن تراجع طبيب، عندها مثلا مراجعة في دائرة من دوائر الحكومية، فلا حرج في ذلك أن تخرج. ويبقى مسألة المرأة فيما يتعلق بزيارتها لجارتها، أو مثلا إذا أصيبت مثلا بضيق ولا يوجد عندها أحد يؤانسها، فإن لها أن تخرج لجارتها وتؤانسها فيه، وقالوا أن يكون ذلك في النهار ولا يكون في الليل، فيجوز لها أن تخرج في هذه الحالة. أما ما يتعلق بزيارتها لوالدها أو لوالدتها، إذا كان مثلا الوالد أو الوالدة مريضة والوالد مريض، فلها أن تخرج لزيارة والديها. وأيضا إذا كان أيضا هناك أيضا حاجة، مثلا عزاء مثلا، وربما إذا لم تعزي يكون هذا أيضا في نفرة ما بين الأسرة، فيجوز لها أن تذهب وأن تقوم بواجب العزاء، فلا حرج، هذا يعد من الحاجات. لذلك نقول أن الحاجات تقدر بقدرها، والمرأة هي أعرف بهذه الحاجة. فالمرأة لا تخرج مثلا، إذا قلنا مثلا لعدم وجود الحاجة تذهب إلى النزهة أو إلى أداء العمرة أو لشيء من الترفيه، نقول لا يصلح أن تخرج وهي محادة. نعم. وهل لها أن تلبس ملابس زينة وما إلى ذلك؟ نعم، هذا أمر مهم أيضا، متعلق بأن المرأة إذا خرجت من بيتها لأي حاجة، سواء كان لضرورة أو لحاجة ملحة أو لحاجة خاصة بها، فلا يجوز لها أن تخرج متطيبة ولا متزينة بلباس، فيجب أن تخرج كما جاء في الحديث أنها
تخرج من غير زينة يعني من لباس ولا أيضا من أيضا أن تتطيب بطيب. نعم. وإن كانت في بيتها كذلك هذا هو للمحادة. نعم. بشكل عام. أما الطيب في البيت فلا حرج في ذلك. بعض النساء تتحرج أن تطيب بيتها. لا، البيت يحتاج أن يطيب لإذهاب بعض الروائح التي أحيانا تكون في البيت. وأيضا المرأة إذا كانت تحيض فبعد حيضتها يجوز لها أن تستخدم شيئا من الطيب لكي تذهب أيضا الروائح من بعد حيضتها. أما للطيب بعد ذلك يعني على ثيابها أو على بدنها فنقول لا يجوز ذلك، لا يجوز أن تتزين ولا أن تلبس أيضا الحلي وأن تتزين بأي لباس أو حلي ولا أن تتطيب. نعم، جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.